ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من بغداد رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري. سيد فالح، أهلا بك إلى نشرتنا، يعني مبروك لكم حصولكم على هذا الموقع برئاسة اللجنة. دعنا نبدأ من الخبر الذي قرأته قبل قليل بخصوص ما أعلنته وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم من تصدير كمية من النفط خلال الشهر الماضي لتعويض ما لم يصلها من أموال من بغداد لميزانيتها. كيف تعلق باختصار حول هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة مثل هكذا معلومة بأن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم تتصرف بمعزل عن شركة سومو، هذا راح يزيد الموقف يعني تعقدا في قضية الموازنة. إذا ما علمنا أن المادة الأولى من الموازنة تقول بأنه يجب أن يكون هناك صادرات من الإقليم بمقدار يعني 550 ألف برميل يوميا، هذا بحد ذاته يجب أن يراعى من قبل الإقليم حتى يمكن أن تمضي الموازنة بدون تشنجات وبدون يعني عقبات من الآن نضعها أمام الموازنة. هذا يتطلب أن يكون هناك موقف سليم من قبل الإقليم حتى نستطيع أن نمضي بخطوات تشريع هذه الموازنة. النقص اللي الآن يعاني منه الإقليم هو يعاني منه كل العراق، سواء على مستوى الوزارات وعلى مستوى المحافظات، وبالتالي الشحة المالية هي شحة عامة على مستوى الدولة. إذا ما لاحظنا أنه حجم التمويل خلال هذه الفترة أيضا بدأ يتناقص بحكم انخفاض أسعار النفط. طيب أستاذ فالح، يعني هل أنتم مقتنعون يعني بسعر 45 دولار كأساس لبناء ميزانية عام 2016؟ يعني الدكتور طعمة رئيس كتلة الفضيلة يعني أمس طالب باحتساب 35 دولارا كسعر للبرميل الواحد، هو توقع انخفاض بأسعار النفط في الفترة المقبلة وليس ارتفاعا كما رجح وزير المالية. تبقى هذه تقديرات، يعني وزارة النفط هي المسؤولة عن تقديرات سعر برميل للنفط. يعني وزارة النفط عندما قدمت هذه التقديرات إلى وزارة المالية اعتمدت من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء الحكومة. أعتقد 45 هو سعر معقول، إذا ما رأينا أنه الآن برنت يتراوح بين 47 إلى 50 دولار البرميل واحد، فيعني قد يكون هذا المبلغ هو يعني بيع النفط الحقيقي الآن هو أقل من 45. نعم. لكن التوقعات تشير على أن هناك إمكانية لزيادة الأسعار في 2016. طيب هل تتفقون مع يعني مع إجراءات الحكومة؟ يعني يبدو أن الحكومة كما تفضل وزير المالية بصدد يعني أخذ قروض من صندوق النقد الدولي، من البنك الإسلامي، من بعض الدول مؤسسات، هل تؤيدون في مجلس النواب هذه السياسة؟ تعرف حضرتك بأنه نسبة أو مبلغ العجز هو 22 تريليون و700 مليار، وهذا رقم كبير بحد ذاته. لذلك الحكومة قدمت مقترح لتغطية هذا العجز وفق خطوات وفقرات، من ضمن الفقرات هو من اقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك المصارف الإسلامية وإصدار حوالات خزينة وكذلك الوكالة اليابانية. كل هذه الأشياء احنا في داخل اللجنة المالية نتأكد من دقة هذه الأرقام ومدى قابلية تلك الجهات على إقراض العراق. هل فعلا أن هناك الوكالة اليابانية والبنك الدولي على استعداد أن يقوم بتقديم القروض خلال السنة القادمة؟ وهل أن البنك الدولي الآن راضي عن السياسات والإجراءات المالية التي تقوم بها الحكومة؟ كل هذه الأمور حقيقة محل نقاش داخل اللجنة المالية، ونتأمل أن يكون سد الفجوة أو سد العجز بهذه الإجراءات يكون وفق إجراءات سليمة يعني شفافة وواضحة للعيان، عكس ما كان مطروح في موازنة 2015. كانت الحكومة أيضا وضعت مجموعة خطوات لتلافي العجز، لكن للأسف الشديد فشلت. طيب. الحكومة في إقناع بعض يعني بعض البنوك لإقراض العراق. طيب أستاذ فالح، يعني بخصوص ما تفضل به أيضا وزير المالية، يعني أنا أستغل وجودك حتى نناقش هذا الموضوع. يعني قال إن البنك المركزي سيدعم عملية يعني سد العجز من خلال يعني المشاركة بمبلغ كبير، وصفه بأنه كبير، من احتياطي العراقي، من احتياطي العملة العراقية. هل تقبلون بذلك؟ كم هو هذا المبلغ؟ هل لديكم معلومات بهذا الخصوص؟
أعتقد الوزير المالية لم يكن دقيقا ولم يكن يعني تصريحا بصورة واضحة في هذا الموضوع. موضوع البنك المركزي واحتياطات البنك المركزي من الصعوبة جدا لوزارة المالية أو الحكومة أن تتدخل بهذا الجانب، لأن هذه السياسة المالية مسؤول عنها وزارة المالية، أما السياسة النقدية فمسؤول عنها البنك المركزي. من الصعوبة بمكان أن نقوم باستثمار أو استغلال احتياطيات البنك، لأنه له تأثير سلبي على قوة الدينار العراقي وله تأثير سلبي أيضا على سمعة الدينار العراقي. لذلك أستبعد، وعند مراجعتي للفقرات التي عالجت الحكومة للفجوة أو العجز في الموازنة، لم ألاحظ أنه البنك المركزي يقوم بإقراض أو يعني تمويل هذا العجز عن طريق الاحتياطي. وهذا بحد ذاته، البنك المركزي يوم أمس نزل بيان قال أنه احتياطياتي في ازدياد وأنه لا يمكن المساس بالاحتياطيات بأي حال من الأحوال. واضح جدا. أستاذ فالح، سؤال أخير وأرجو الإجابة باختصار، يعني ما هو موقفكم من اعتراضات وردت من ذي قار من البصرة بخصوص حصص هاتين المحافظتين في الميزانية؟ يعني البصرة يقولون أنهم يعني يعطون النفط لكل العراق وبالتالي يعني لا يأخذون ما يستحقون كما يرون، يعني في مجلس محافظة البصرة المحافظة المواطن البصري أيضا. نعم، البصرة تستحق الكثير، واستحقاقها القانوني يجب أن يكون أكثر من 5%، وباعتبار البصرة هي الممول الرئيسي سواء على مستوى إيرادات النفط أو على مستوى الإيرادات الأخرى سواء عن طريق الموانئ أو الجمارك. فلذلك احنا في اللجنة المالية الآن واضعين أولويات في معالجة بعض الفقرات الأساسية، لعله من أهم هذه الأولويات هي البصرة والحشد الشعبي والنازحين. هذه الأولويات حقيقة يجب أن ندرس داخل اللجنة المالية إمكانية إجراء مناقلة من بعض الوزارات اللي نعتقد بها بعض النفقات التشغيلية الغير ضرورية، نقوم بمناقلتها إلى هذه الأبواب، ولعل البصرة تستحق أكثر مما موجود داخل الموازنة. وأيضا هي تبعاتها المالية من سنوات سابقة لم تقوم وزارة المالية بتمويلها، وهذا بحد ذاته يعني هو كأنما تعدي على البصرة من قبل وزارة المالية الاتحادية. طيب استاذ فالح، يعني استدراكا، يعني متى سيبدأ مناقشة يعني الميزانية للعام 16؟ اليوم داخل اللجنة المالية احنا اتفقنا ان تقدم للقراءة الثانية يوم الاثنين القادم، وبالتالي سوف نشرع في المناقشة من يوم الاثنين القادم. وعلى ضوء ذلك اليوم وجهت ايضا كتاب موجه الى كل اعضاء مجلس النواب وكل اللجان النيابية بين من لديهم مقترحات في رفض الموازنة وزيادة وارداتها او باستثمار النصوص الدستورية اللي إن حق بها بالمناقلة والتخفيض، أن يقدم مقترحاتها مكتوبة للجنة المالية اللي إحنا على ضوها سوف تكون دور للجنة المالية مو فقط إعداد مشروع القانون الموازنة، وإنما سوف تكون هذه اللجنة هي لجنة فنية تساهم مساهمة في إضافة بعض النصوص التي من شأنها أن تزيد حجم الواردات. نعم، من بغداد رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري، شكرا جزيلا لك.